السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذا الخبر العاجل، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إنه بناء على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالاطلاع بمسؤولياته الوطنية تلبية لنداء الشعب لاستكمال الحلم وامتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأعلن الرئيس أنه كلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وأن يكون ممثلي القانوني بها.